السلام عليكم سيدتي سادتي، أهلا وسهلا بكم إلى موعدكم الأسبوعي استوديو والمحترفين. في هذا العدد سنتطرق للعديد من القضايا، من أبرزها وقفة عند فريق نصر حسين داي وما يحقق من نتائج إيجابية هذا الموسم، بالإضافة إلى حصيلات الرابطة المحترفة الأولى موبيليس في جولتها العشرين التي اختتمت اليوم بإجراء مبارتين أخيرتين. ككل سبت أسعد باستضافة واستقبال كبير المحللين. حكيم سرار مرحبا بك. مساء الخير مسعود، مساء الخير جمهورنا الكريم. كبير يعني اليوم بأتم معنى الكلمة، لأن ضيفنا يصغرني سنا ولكن الوحيد منذ بداية استديو المحترفين الذي كانت لدي فرصة أن أداعب معه الكرة في أيامه الأولى كرة قدم. وسنتعرف على الضيف كبير المحللين محمد ذكريني، مرحبا بك. مرحبا مسعود، جمهورنا الرياضي الكريم، وأنا كذلك سعيد جدا بحضور هذا الضيف الكريم الذي قضيت معه حوالي 15 سنة في الميادين، واحد من خيرة ما أنجبت كرة القدم الجزائرية، وأنا سعيد بلقائه. والذي يسمع لمحمد ذكريني وكان في الميادين فقط محمد ذكريني، والضيف الذي تقدمه حكيم سرار. بلال الجزائري، بلال الجزائري ضيف ثقيل يعني على المشاهد، ليس بالوزن ولكن بالمستوى والأداء الذي يقوم به نصر حسين داي. بلال مرحبا بك، أهلا وسهلا. مساء الخير، مساء الخير مشاهدينا الكرام. إذا نرحب ببلال زيرين، نرحب بكم سيداتي سادتي في هذا العدد من استوديو المحترفين. سنتحدث عن العديد من القضايا، ربما وقفة العدد هي بداية هذا البرنامج. طبعا قاعة التحرير بالقسم الرياضي اختارت أن تكون وقفة العدد خاصة بفريق النصرية، تاريخ وحاضر وحتى المستقبل. النصرية التي تحقق نتائج طيبة هذا الموسم بمدرب شاب كما يقول حكيم سرار، نتمنى أن يكون أو أن نحضر لجيل جديد من المدربين بقيادة بلال الدزيري الذي سنتحدث معه حول نتائج النصرية المحققة هذا العام. قبل ذلك نتوقف عند هذا الموضوع مع الزميل محمد شوماني. حكاية النصر لن يفيها الدهر لفريق ولد ولادة كبيرة، فظل الدم والذهب والروح والقلب. كل شيء بدأ في مقهى قدور بليفي، كل شيء بدأ كبيرا مع 180 عضوا بإشراف سعيد لجاج. اجتمعوا واتفقوا على دمج الثلاث من النجمة الرياضية نادي لاغلاسيير والأمل الرياضي لليفي برئاسة الزيوي آنذاك، وللصالح العام ولد النصر أتليتيك حسين داي. النصرية بعد الاستقلال مدرسة، النصرية خطة دفاع المنطقة، النصرية مع الفرنسي ريني فاني وقبله المجري كالوكساي والإنجليزي راينولدر، النصرية أنذاك بسبع عشرة مباراة بدون هزيمة قبل بداية السبعينات وميلاد جيل فرقاني، خديس، إغيل، قندوز، أوشان وماجر. النصرية نصف الفريق الوطني في العصر الذهبي. في بداية التسعينات عاد الفريق لمكانته ليحقق مواسم جيدة، وحينها برزت مواهب أخرى مع بلال الدزيري وزكري، ثم جيل عليش وبندبكة وعبد السلام. بعد استسلام الفريق لمنطق الضعف والتناقض، لأن فريق القلب نال لقبين لا غير، بطولة وكأس، وقع عامين فقط في 1967 و 1979، مرة في موسم العامين 77-1978 وصيفا لبطل كأس الكؤوس الإفريقية، مرة ولا يزال سائرا باحثا عن الألقاب في رعاية احترافية الآن بمركب رياضي قار، بفريق وإدارة مستقرة لولد زميرلي بتسيير محترف. للتاريخ أرقام وجب سردها، أكبر خسارة رباعية للصفر، أكبر فوز ب 12 هدف، هداف الفريق لا يزال رابح ماجر، خديس الأب رحمه الله لا يزال حاضرا في لسان ووجدان الأنصار. بلال الدزيري عاد قائدا لفريق القلب، مدربا للنصر، مواصلا لعمل النغيز، مستمرا في رحلة البحث عن اللقب، مرافعا لتاريخ وواقع يحمله قاسمي، عدادي، مرباح والبقية اسما اسما.
مر عبر البطولة العربية سفيرا للكرة الجزائرية سابع الترتيب بسبع وعشرين نقطة. أرقامه فوز بخمس مباريات، تعادل في 12 لقاءات، خسارتان، 19 هدفا لرفقاء جاسمي، والبقية لن تأتي الآن. حكاية النصر تاريخ راهن وفاء. الجرينتا واللون المعروف أصفر الذهب وأحمر الدم أو الانتماء. طبعا التقرير أنجز قبل مباراة النصرية الأخيرة أمام فريق اتحاد البوليدة. بلال تزيري، من بين ما ورد في التقرير كانت تقدم نصف الفريق الوطني في العصر الذهبي للنصرية. ليبوك وين سي فري لي زاني 70 82 وين كانوا حاضرين مام في الكوب دي موند 82 ابري جات جينيراسيون واحد اخرى ايتو منا سي فري جات واحد فتره وين كانت متذبذبه شويه ابري عاودوا زقموا روحهم ايتو منا عاود جاب رئيس ولد زميلي وين خدا امور يعني بجديه وراه الفريق يعني في تحسن كبير. فريق بلقبين بحجم النصريه شيء قليل. بيان سور شيء قليل 67 جو كروا شامبيون دالجيري وشامبيون دالجيري هذاك الوقت جو سي با و 79 كوب دالجيري هذا شيء قليل بزاف يعني بحروا بزاف يعني مام لي زاني بالك حكيمه وهنا صراري وين يشفى لا جينيراسيون تاع ماجير قنون كيديس الله يرحمه ولا كي مقبل تاع كاك الله يرحمه ويتو كانت يعني فريقي كلاسي دوزيام تروازيام شاك فوا دوزيام ايتو ما خداش بطولات مي كي تشوف لي جوا اللي مروا على الفريق تشوف تقول قال البالماراس هذا كي تلقى يعني كوب دالجيري وحده شامبيون وحده شي قليل الفريق هذا فعلا حكيم يعني اسماء ثقيله جدا مرت على النصريه لمختلف العصور لكن الحصيله نقدر نعتبرها بالنظر لاسم النصريه هي حصيله سلبيه وقليله جدا انا اعتبرها سلبيه يعني الالقاب يعني هو شيء مميز هو ريزلتانت دان ترافاي يعني يمشي يخدم الفريق ولكن نتكلموا على لا استقرار لنصر حسن داي انجبت يعني من خيره اللاعبين في البطوله الجزائريه وحتى في الفريق الوطني ولكن محلين من جهه الالقاب الى اخره يافي با انستابيليتي حنا نشاهد درك لما ذكر اسم بشير والزميرلي نظن المره هذه كان استقرار الى ان بريزيدون كي لا ميز حتى وصول باش يكون بلال على تيف دركا دو نات على راس هذا الفريق لازم تكون ايضا شجاعه بلال اونتر نو ماشي الانسان كي برولي لي زيتاب والمدرب استدير سيرتو ان اونسيان جوار يكون عنده ان كابيتال ديجا استان انترناسيونال يكون عندك رصيد بعدها طور طاقتك مشى خدم اجوان خدم الى سوفير كومام كون دوك يبدا يهدر لك الكارير تاعو الانديه اللي فات عليها ومع من كان اجوان عنده تلقى عنده سي انا شوف فيه النموذج تاع خير الدين مدوي تما حنا الفو ساليو لو كوراج دي ولد زميرلي دو لوي افوار دوني لا شونس قال اعطوني فرصه انا نكون مدرب رئيسي ونمشي بالفريق ستي خمسة ست موسم لا شفتوا بلي الاداء الفريق ما تطورش ولا ذاك فما عليكم الا اعادة النظر هي كانت تسليم المهام بطريقة جد سلسة ما بينه وبين غيز كانوا يخدموا مع بعض بعد ما حكم الفريق بلال انا نلاحظ كان عنده هدوء الى طريق التمبيرامون تاعو الى اكسبلوزيف مي كان هذا تصريحاته لم يمس نتبع له لي ديكلاراسيون تاعو لم يمس ولا حكم حتى التصريح الاخير تاعو في مباراه ذكرنياوي مع شديد القبائل وين قال لهم انا شفت الكره جاب لي ربي ما خرجتش ربما الحكم استاذ ما قالش حنا ومن بعد ما دارش عليا الحس صدا درنا استوديو المحترفين بالسبت بدون شكر وتابع وشاف اللقطات وهك ما خرجناش بالحد بصيحه يعني شفت منعونا من الفوز دونك الهدوء تاعو الكالم هدوء تاعو كمدرب اللي طري كالم بارابور ديكلاراسيون راه يمشي بخطه ثابته ما سكنوش الجنون راه تسع مباريات لم يذق طعم الهزيمه لم ينهز عينوش او يعين شويه هذا يعينك انا من عينك ان شاء الله يكمل في نفس المستوى فعلا هو المدرب الذي لم ينهزم لحد الان في البطوله الوطنيه بصراحه يعني مهنه المدرب رئيسي هل هي مهنه شاقه؟
سي نورمال يفو يفو ك تو بريبار تو يعني لونطريمون لا سيمان ديالك لو ماتشيتو سورتو لا في دو ماتش ولا وين تخمم مع الفريق يعني لي 11 لونطرون توجور عندك ان بلون ا وبلون بي البلون ان قال 11 اوتوماتيكمون جميع مدرب يعني واش تعلمت من عند المدربين اللي خدمت معاهم ايتو الحنكه ديالهم توجور عندك او دو اللي راح يدخلوا سي تو تافي نورمال لو تروازيام جو سي با بوتيت ان بليسي غارديان يجي يخرج بكارتون روج ما لازمش تزرب سيرتو في لو تروازيام شونجمون وين قالها لي واحد المدرب يعني فو جامي تما تم تلوح لو تروازيام ابار ولا عندك بليسير ينجي من غارديان بيت يخرج لك بحمراء ومن بعد تحصل واش ديريتو منا سي تو تافي نورمال يعني راني مريت ديجا على مدرب رئيسي سواء في ام الاربعاء ولا في ليسما كي كان يروح مدرب يعني نجوز مرحله يعني انتقاليه نحكم الفريق ومام مع وداد بوفاريكيتو ماتنون جي بري لو ترا يعني تاع نصر حسين داي ان شاء الله يعني تكون يعني مبادره سواء من عند يعني رئيس النادي ولا الجمهور اللي راهو فرحان بول مومون ان شاء الله يزيد يدعم الفريق تاعو كما ينبغي يعني باش يحقق امور الاهداف تاعو. شعبيتك في فريقك فريق نصر حسين داي ساعدتك ام زادت عليك الضغط؟ لا والله يعني المفروض تساعدك. لا تساعدني بالبزاف يعني مام الشعب تاع نصر حسين داي اللي شغل كيما نقولوا جامع مام ولا مشيت من نصر حسين داي اون طونك جوار توجور كنت نريح في حسين داي تو يعني ما عنديش مشكل مع الانصار يعني اللي راهم يشجعوا فيا 100%. وانت ايضا تعرف كيف تتعامل مع المناصرين محمد زكريني اكيد راك سعيد بالانجازات وبالنتائج اللي حققها زكريني. بلا تزيري بطبيعه الحال سعيد برسك من جينيراسيون تاعي حكمته كم سنه كان لاعب كبير كان مطيع في ارضيه لا انا خاف مني انا في التيران نقول له ترفد يدك نقطعهم لك كان يتحدث معك كثير الوحيد بالك اللاعب الوحيد في الجزائر اللي كان يناديني باسمي داخل ارضيه الميدان بصراحه يعني ما معايا جامي جي بروبليم انا نتمنى له ان شاء الله يروح بعيد في التدريب لما لا الوصول الى المنتخب الوطني لما لا الذهاب بعيد حكيم. ان شاء الله الذين حضر في البلاطو شكرهم محمد زكي لا انا عقبت معاهم جوزت معاهم هذا كي قال جينيراسيون تاعي انا دوك ما نعرف انا حطيت جينيراسيون تاعي لا جينيراسيون تاعي اللي حبيت نهضر انا حصل لي الشرف من بلومي حكمته من بلومي ورواح الشرف تاعي الله غالب انا حكمت في المستوى العالي وانا صغير الحكام الكبار هذو كان حصل لي شرف كنت نحكم معاهم كما بدا بلال وهو ايضا صغير ندخل الى المحترف الاول المباراة الأولى بالصور هي التي تابعتموها على الشاشة الصغيرة وهي التي جمعت النصرية واتحاد البوليدة وفيها ضرب فريق أو نصرية بلال زيري كما يقول بعض الزملاء بقوة بحضور كريم أيت عثمان قوة الارتقاء وتسديدة بالرأس مميزة هذا اللاعب تنفذ الكرة عالية في القائمة الثانية لازالت الخطورة للنصرية فوق العرض لاختراق هذا الدفاع الحاكم يخلي مبدا الافضليه عدادي وزاد الكره ماذا اراد ان يفعل قسمي في هذه الكره ثنائيه الثلاثيه القصيره ناعيه غشا معزول وحده التسديد ما كانش قادر يسدد يمرر لمن لم يجد لمن يمرر التوزيع ضاعت هذه الكرة خلينا أن الخطة لحد الدقيقة محكمة من المدرب ولا لا إبراهيمي توزيع فرصة كبيرة تضيع على النصرية دلهم استخدامهم في فترة الانتقال حراق عالية الهدف الأول هو إبراهيم الذي يسجل ثالث أهداف هذا الموسم بألوان ناصر حسين داي الأيسر النصرية هو الظهير الذي يدافع ويهاجم ويمرر ويسجل الأهداف بألوان نصر حسين داي العناق على كرسي الاحتياط هو تزيري بلال يحيي إبراهيمي الكرة كانت مليمترية لإبراهيمي انطلاقة من جانب فريق اتحاد البوليدة هنا الخطورة هنا الصعوبة هنا التوزيعة هنا المتابعة وضرب الجزاء هنا المتابعة وضرب جزاء وإن
جزاء واضحة، ضربة جزاء واضحة من برايمي على اللاعب غشة. تنفس تنفس عميق في انتظار أن يتنفس أنصار اتحاد البوليدة وأنصار النصرية. إن سجل فريوي يتقدم فريوي ويعدل النتيجة. هدف التعادل لاتحاد البوليدة. أرضية ميدانه بهدف مقابل هدف، ولكن النتيجة لن تتوقف حتما عند هذا. في ظل المعطيات التي نشاهدها سنشاهد حتما أهداف أخرى. والحكم اليقين ضربة جزاء لنصر حسين داي. أعتقد أن الخطأ كان خارج منطقة الجزاء كريم. خلينا نشاهد. لما راوغ، شوف لما راوغ هنا ما لا ما يظهرش الخط. هنا ما يظهرش الخط. سيتولى التنفيذ قاسمي 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 يضيف ثاني الأهداف لنصر حسين داي. النصرية وفية لتقاليدها تعود بقوة في الشوط الثاني وتسجل. اللاطي مرة أخرى تعود إلى قاسمي، توغل قاسمي، خطيرة صعبة. قاسمي 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 يقدم كرة ممتازة خطيرة صعبة. رابع الأهداف من يا مصطفى؟ من بديل ورقة رابعة من سيري بلال الوفي لتقاليده. كل ما يدخل لاعب يسجل، وكل ما يقوم بتغيير الفريق يتغير، وفي الشوط الثاني يتغير. فوز برباعية مقابل هدف واحد بلال، هي أثقل نتيجة هذا الموسم تفوز بها النصرية، 4-1. الجرون سكور تاع النهد هذا الماتش هذايا، ما يخفالكش يعني كنت حذرت اللاعبين سورتو ابري الماتش تاع جياسكاوي، قلت لهم سورتو جا الماتش بالخميس وين جودي بروغراماونا، ما كانش عندنا الوقت بيان سور بور بريباري بيان يعني الماتش هذايا. وين حذرتهم يعني قلت لهم ما حضرتوش جيدا وفزتوا بربعة. لا كي تلعب صامدي ومن بعد يقول لك جودي تسمى ما عندكش الوقت بزاف. وين حذرتهم يعني قلت لهم يعني راح تكون اصعب مقابله تاع الموسم هذا، كما كان الحال يعني الشوط الاول اللي انتهى يعني بتعادل 0-0، الشوط الثاني يعني صحنا شويه فما بين شوطين يعني شويه الديسبوزيتيف تاعنا نجمنا نسجلوا اهداف. حكيم بلال غير الخطة مقارنة مع نغيز وعطى الفرصة للاعبين كثيرين أثبتوا جدارة، يعني غامر ونجح على غرار هذا اللاعب إبراهيمي اللي ربما أول موسم له في الرابطة الأولى. وي جنبو سعد إبراهيمي وسجل هدفين يعني كان راهو طروازيام بيتو يعني ثلاث أهداف طروازيام مام خاصف هذا ما نعرفوش على كل شيء سمعتوا من جاب بلال هو عرفنا بهم خاصف إبراهيمي كاين خاصف وكاين شخريت شخريت هذو لاعبين هو اللي سي دي جون عطاهم فرصة عطاهم الفرصة ما تخدموش على الشخص هو مدرب بكره ويسير عنده برنامج عنده دي زوبجيكتيف في راسه راهو يخدم فيهم نظن الفريق حنا كمحللين ولا متتبعين نشوفوا ليفوليسيون دو ليكيب الفريق يتطور في التحسن حتى كاين بعض المحللين نسمعهم انا وين يقول لك اللي هذا النهد بزاف دير لي ماتش نيل ايماجيني لي 5 بوين اللي داهم ماتش نيل معاه بركه جو بار با قبل لي 5 بوين اللي داهم هما ماتش نيل نحيهم كره 25 بوين بارفوا لي ماتش نيل il faut savoir parfois ne pas gagner mais il faut savoir aussi ne pas perdre فعلا بعض الاحيان يكون خاسر 1-0 مع مولودية توران يضبط يضبط يجيب التعادل يخرج بالنقطه بالنقطه هذوك الصغار اللي يلمهم إلى 30 بوان فسكون دونك مركز سابع ما تخسرش وما راهم يمشيو بخطه ثابته اتحاد البليده يعني كما قال هو سي درك الفريق الاكثر اريحيه في الدوري الجزائري هو اتحاد البليده من ناحيه واش؟ فاتر اليس في البلان مونتال يقول لك نربح جو كار توجور الباسيس بالامل للبقاء يعني اي فريق اللي يجي يلعب ضد اتحاد البليده يكون عنده هدف كي يكون عنده هدف راه كاين الارتباك دونك فاتر بليز اليس في لي ماتش صاف
لكن اتحاد البوليده للفوتبول راس توجور ان سيونس ان اكزاكت كيما نقولوا كاين با اكزاكت. دونك مازالوا 10 مباريات فيها 30 نقطه، لو فاز اتحاد البوليده ب 10 مباريات بدون شك راح تبقى في القسم الوطني، ولكن هذا ولكن معرفتنا وماذا يجري والتحولات التي تجري في كره القدم مؤخرا في تسلسل احداث يعني ربما نطرقوا لها بعد المباريات اخرى، رايح ما تخليش الفريق اللي يربح سبعه ولا ثمان مباريات. صعبه صعبه الامور. ذكرني تحكيميا كيف جرت الامور؟ ثلاثي التحكيم مقابلك بلال الدزيري، ثلاثي التحكيم ميال دولاش لاسمي، يعني في حالتين ادى مباراه يعني بكل صراحه مع المساعدين ما فيش منها، في ضربتي جزاء، ضربه جزاء صحيحه وشرعيه لا غبار عليها لم يعلن عنها. نتحدث بالصور ربما؟ بالصور هذا دائما نقول الصور. الصور ها هي الاولى اللقطه. ضربه الجزاء الاولى. شوف هنايا شوف اللاعب دوك تزيد مقربه وين راح ليه مباشر، شو ميال وراه، شوف الرجل اليمنى اللي راها جايه وشوف وين راحت وين، شوف مباشره للتيبيا خليها هكذاك. ايوه هاي حبس 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 هيكل هنا ضربه جزاء صحيحه صح. وشرعيه لم يعلن عنها عليها. لا غبار عليها لم يعلنها ضربه جزاء. ها شوف كيف راحت هاوليك مباشره للرجل. لا لا هذه كره صوره واضحه والشرح واضح. المر للقطه المواليه لم يعلنها ضرب الجزاء المواليه. هنا ضرب الجزاء اعلن عنها صحيحه وشرعيه لا غبار. الشيء اللي مانيش مع ميال هنا ما نمدوش البطاقه الصفراء، هنا ضرب الجزاء بار ميغارد لان اللاعب ما شافش الجوار، راح للكره راح يلعب الكره، لعب سبق صح. نعلن عن ضرب الجزاء صحيحة بدون بطاقة صفراء، بدون بطاقة نقولها بارميغارد. اللقطة الموالية خليوا اللقطة تمشي. لا خلاص ها ليك وراها ضرب اللاعب كيما نقولوا احنا ماشي بالعالي. هاي اللقطة هذه هنايا واش دار؟ شوف ميال الغلطة اللي دارها، أكبر غلطة اللي دارها ميال. تبعوا شوف ميال تبعوا. لما نعلن عن ضرب الجزاء نروحوا مباشرة نقطة الجزاء. هو ما راحش لنقطة الجزاء. خرج من اللي عاود يرجعها نشوف عاود نشوفوا اللقطه. خرج من من هنايا هنا جبد رجلو المدافع. ايوا الاخر ما روحوا وشوف الحكم. شوف الحكم وراه رايح عبيت علينا على ضربه جزاء. حنا واش نقول ان كوت سيفلي ستريدون. ايوا ولا ما فان لو بوان دو بيناتي اون كورون روحوا نجروا للبوان دو بيناتي. هنا واش دار؟ شوف ميال وراه رايح وراك رايح تما واش راح تشوف؟ هاي اللقطه خليها اللقطه تمشي. لا لا ما يمشي يروح هو يجري للبوان بيناتي. الملعب كاين ضرب الجزاء ولا ما كانش؟ صراحه هاي عندك اللقطه. شوف بلال شوف بعيد عليها بصح دوكا لي جوار تاعك يشوف من جونو. لا لا الجوار هذا كاو جبد الاخضر عاود رجع اللقطه عاود رجع اللقطه عاود شويه رجع اللقطه. الجوار جبد روحه جبد بالاخر زاد البارح سمعتك انا في الليل قلت التبان قص التبان قعدت نحوس عليها ما قلتش بالك التبان ما قلتش التبان بصح الشيء الاكيد نتبعوا زاد التحاليل دائما تاع زكريني الكلمه الاخيره ترجع لزكريني اكيد هذه معتقد هو واش يقول رغم كل هذا ما دام النصر حسين داي فاز بربعه واحد لم تؤثر انا صغيره جدا انا وين وميال يبقى دائما ما حكم كبير اخر كلمه لمحمد الكريم لا 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 وجود اللي ضرب الحاجه انا نلوم ميال لا فاصون دو سيفلي لو بيناتي وانا مقتنع بفكرة تاعك روح لضربه الجزاء باليد واش دخلك مازال بليسي لا لا روح للبيناتي ديزي لا 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 احنا نهضروا كرة قدم نهضروا قوانين اللعبة روح للبوانت بيناتي ديزيني دون دو سكوند ولي للجوار فعلا من خلال اللقطة وكان الحكم تردد في اعلان التردد هذاك اللي خلى الدوت بليدة تقول ماشي بيناتي الى اللقطة الموالية او الى اللقطات الموالية وهي من مباراة اتحاد بسكرة واولمبي المدية وفيها فريق اتحاد بسكرة حقق الاهم بتعليق سامي نور الدين صرت الهجمة كرة 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 بو 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 القائم لا والمدافع ينقذ يا سلام على خط المرمى إذا كان ممكن مع الزملاء بلدية ولم تتجاوز الخط بالنسبة لي شوف يخلي الكرة ومباشرة في القائم هنا مازال الكرة ما لحقناهاش لا ما تظهرش الصورة يعني الهجمة كانت خطيرة عبد الحفيظ إزماني هذا مرسلي اخيرا شاهدنا القميص الاصفر التصويب بو خطيرة كرة ثابتة وركنية الهدف
الهدف. الهدف الأول لصالح اتحاد بسكرة، عنصر هشام برأسية يقطع المسار الكرة مباشرة إلى المرمى. يلا خلينا نشوف الآن مباراة أحسن. بين الفريقين او عفوا هدف وقام بسفر صلاح اتحاد بسكرة، الهدف الثاني الهدف الثاني لصالح اتحاد بسكرة بعد هذه الكرة والتواجد عمر جاب. هاي كرة من هشام عنصر كان هداف ثم ممرر، شوف وحده تقريبا يعني. عبد الحفيظ، هاي كرة صعبة تخرج إلى 55، يترك يتواصل اللاعب من هناك. هاي انطلاقة لمطراني أمام لاعبين، ما فيش صفيرة خطيرة ضيعها لو يلعب الكرة مباشرة. انتظرت كثيرا وطويلا يا عبد الحفيظ، وفرحي هو اللي خذا مكانه في وسط الميدان. هاي منطقة الخطر قطع الكرة إلى 55. حوار ساخن بين سليماني ويطرد سليماني. بوشريط طويلة خريف. حذري أول خطأ ضيعها. الهداف معنصر هشام سحب الهدف الأول. ونهاية المباراة سيداتي ونسيساتي يعني. بعد هذه النتيجة أولمبي ليمديا 10 واتحاد بسكرة في المركز 11. فاتحاد بسكرة يعني بعد لجنة النزاعات يعني سرحت له 12 لاعب. زوليبيري يعني كما يقول لك ستان مالور، يعني اي فريق يروح له 12 لاعب نورمالمون يتخطف، ولكن اليورون دي ان سيرفيس باسكو سمحوا له واضطروه باش يطلع بعض الشباب ليثبتوا بلي ما كانش فرق ما بينهم وبين اللاعبين اللي مشاو، وراه يمشي بخطى ثابته لتحقيق البقاء مادام لا يسمح في النقاط داخل الديار برا، او يروح كما يقول لك بونيس كش ما لقى نقطه. ولكن القاعده والكلمه اللي تدور في بسكرة هو ان كل المباريات يفوزوا بها في بمزاد 5 مباريات ب 15 نقطه. اليوم ما عندهم 22 على ما اظن، 15 و22 37 هو موجود 100% في القسم الوطني الاول، اذا باقي يبحث دائما على الفوز داخل الديار. اولمبي ليمديا نفس الشيء 23 نقطه، يعني الخروج مازال بيده، الخروج سليماني راح ياثر. واليوم في تطور الكرة الحديثة ما بقاتش تاع مدرب يقدر يريح في التريبين ويسير المباراة، المدرب لازم يكون لحمة واحدة مع اللاعبين ويكون في الميدان ويحسوا باللي راهو قريب منهم. الغياب تاعو راح يأثر نوعا ما على أولمبي ليمديا. ذكريني من ناحية تحكيمية هذه المباراة. بكوا صالوطفي الحكم الدولي بمساعدة براهيم حملاوي حكم الدولي والمساعد الثاني ريموش مهدي أدى مباراة جيدة بدون أخطاء تحكيمية. في حالة تحكيمية واحدة من الصعب جدا جيبها هيكل ورشيد، هنا من الصعب أنك تقول الكرة دخلت أم لم تدخل. هنا الكلمة الأخيرة تعود للمساعد الأول السيد إبراهيم، ضربت في الآخر، شوف الكرة وراها، شوف رجله وراها، شوف تقدر فوق الخط ردها. أنا أجيبها كلية أقول لك، لهذا أنا نعطي الثقة الكاملة للمساعد الأول اللي كان مع الخط إلى المباراة. تشوف رجل تاع اللاعب الداخل تي بران فينومين فيزيك، كي تضرب رجلك لازم تولي وانا ندير جيومتري انت دير الفيزيك لازم يتحدث بالصور. انا نهضر بالصوره، رجله هو داخل ولكن رجله يطولها قادر توصل فوق لا لين دو بوت ويرد الكره ما تدخلش. مفهوم محمد زكريني. الى المباراه المواليه والتي جمعت وفاق الصيف مع فريق شباب بلوزداد، حضرها السعيد بالعز. على غير العادة نستهل مباراة قمة الجولة بين وفاق سطيف وشباب بلوزداد بحالة تحكيمية من نوع خاص. البطاقة الحمراء المباشرة تشهر في وجهه مسؤولي تنظيم ملعب 8 ماي 45. صعوبات كبيرة وكبيرة جدا وجدتها فرقة التقنية لتغطية المباراة. بإمكانك أن تخترق قطب الأوزون ولكن يصعب أن تقتحم أسوار الملعب. هكذا كانت وضعيتنا ونحن خارج الأسوار في الوقت الذي انطلقت فيه المباراة.
ولم نتمكن من تصوير 20 دقيقة من الشوط الأول التي تمكن فيها شباب بلوزداد من تسجيل هدفه. وإذ نعتذر لجمهور شباب بلوزداد على هذا الأمر الخارج عن نطاقنا، فإننا وللموضوعية نقول أن ملعب 8 ماي منذ زمن طويل يضرب به المثل في حسن التنظيم. الدقائق التي تمكن من تصويرها في الشوط الأول طبعتها هذه الصور الجميلة للجمهور الغفير الذي تابع أطوار المباراة، كما سجلنا هذه المحاولة لوفاق سطيف من كرة ثابتة وتألق في صدها الحارس البارع صالحي وهدف دون رد كانت نتيجة المرحلة الأولى. المرحلة الثانية دخلها إشبال المدرب عبد الحق بن شيخة بقوة على عكس مجريات المرحلة الأولى، فكانت هذه المخالفة لجحنيط ومرة أخرى صالحي يتألق. محاولة النصر الأسود كللت بهدف التعديل في الدقيقة 58 بواسطة بن عياد بعد عمل جماعي شاركت فيه أغلبية العناصر. بن عياد أعاد بهذه الكيفية كفة الموازين وفجر فرحة هستيرية على مدرجات ملعب 8 ماي الذي اكتظ عن آخره في لقاء قمة الجولة. الآلة الهجومية للوفاق وصلت الضغط الهجومي، وعند دقيقة 66 حدوش يستفيد من خطأ مستحق وكرة ثابتة من مكان قريب. حدوش يسدد باليسرى ويضع الكرة في الزاوية حيث ينام الشيطان. صالحي لا يلام في هذا الهدف، فالكرة من السهل الممتنع واللقطة بتصوير البطيء توضح الطريقة التي باغت بها حدوش الشيطان في مرقده، فاضطر الأخير إلى تغيير مكان الإقامة وهدف ثاني للوفاق. العمل في منطقة الخصم لم يتوقف من طرف إشبال بن شيخة الذين كادوا يضيفون الهدف الثالث في واحدة من المحاولات المباغتة. مرة أخرى وعند دقيقة 77 أكرم جحنيط ودوما من سلاح الكرات الثابتة يسدد الكرة والحارس صالحي في المكان المناسب ويكشف عن طينة الحراس الكبار. شباب بلوزداد يرد في دقيقة 83 بهذه الكيفية وتسديدة المهاجم تصطدم بوجه المدافع سعد. الإصابة كانت جد مؤثرة وساعد نقل إلى المستشفى في سيارة الإسعاف، نتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله. لقطة المباراة كانت حينما كانت المباراة تلفظ ما تبقى من أنفاسها الأخيرة. أشبال المدرب رشيد طوسي ضيع ما لا يضيع، الكرة مرت قريبة من الشباك لينهي الوفاق المباراة بهجوم معاكس خطير لبوشار، والحارس صالحي ينقذ فريقه من هدف محقق. صالحي الذي استحق العلامة الكاملة في هذه المباراة إلى جانب طاقم التحكيم بقيادة عبيد شرف الذي تحكم في جزئيات المباراة ولم يترك مجال لحالة تحكيمية واحدة، لذا انتهت المباراة في روح رياضية عالية وفوز معنوي كبير للوفاق وعودة قوية لشباب بلوزداد رغم التعثر. وعندما نأخذ برأي سعيد بالعز لن تتحدث عن الحكام في هذه المباراة محمد زكري. حكيم، هزيمة شباب بلوزداد ليست في وقتها وفي المقابل فوز في وقته بالنسبة لفريق وفاق سطيف. أظن وفاق سطيف كان في أمس الحاجة للفوز للعودة، يعني كانت منعرج مباراة، منعرج كبير، لازم يفوزوا بالمباراة لأن تبقى في 26 ولا تمشي. ونزيد أول فوز لعبد الحق بن شيخة منذ توليها منصب مدرب، يعني هذا الفوز الثاني راح يعطيه هو ثاني ثقة أكثر. خمس مباريات، هذا أول مرة اللي فاز، وفاز على فريق قلبه كما يقولوها شباب بلوزداد كان المدرب تاعو. فاز المباراة هذه تجعل يعني الوفاق يكون في مباراة كأس إفريقيا أكثر ثقة، وتبقى له المباراة القادمة يحضرها بكل جدية أمام أولمبي المدية. أما شباب بلوزداد فما عليه إلا توجور يعني ترتيب البيت والنظر بجدية، لأنه في رو في مرتبة نوعا ما خطيرة فعلا، ما رايش مريحة تماما، أي لا يسمح له التعثر في ملعب 20 أوت مرة أخرى في المباريات القادمة. طبعا شباب بلوزداد في المركز 12، مركز غير مطمئن بالنسبة للفريق ولأنصاره. معليش حدثنا قليلا وباختصار الحكام.
عبد الشارف طمان بناميرا أدوا مباراة جيدة. عبد الشارف رجع من الشان من المغرب ورجع من قطر من تربص الحكام الدوليين اللي رايحين كأس العالم، معنويات مرتفعة، لياقة بدنية جيدة، كل راه اون سوبر فورم، لهذا أدى مباراة نتمنى إن شاء الله يكون دائما في المستوى العالي. نعود لك بلال وللنصرية. بلال، اعتمادك على مجموعة من اللاعبين الشباب من يعني اكتشافات جديدة على غرار إبراهيمي خاسف والبقية، هل الاعتماد هو الثقة في هؤلاء الشباب أم أنك مضطر يعني هذا وش موجود عندك؟ لا يعني الفريق يعني كاين اللي عنده ليسونس سينيور كاين اللي عنده ليسونس جونيور. انا ندرب يعني بواحد برسك 7 8 جوار كاع سي دي جان، كاين اللي 19 اون كاين اللي 20 اون. اليوم ما كاش غير بون ابراهيمي سي تان سينيور ليسونس سينيور، عندنا لي يو 21 كاين اللي اونطيني وكاين اللي لعبوا ثاني اللي رحمون هارون كاين خاصف كاين واجي كاين هذا اللي درناه يعني انتداب الاخير يعني تاع جبناه من الحراش القجع هذا درنا له ليسون سينيور باسكو يا با الميركاتو ما كانش الميركاتو باش تجيبو درنا له ليسون سينيور بصح هو راه 19 اون اللي راهم توجور ا لونطيمون وكاين زوج كاين زوج راهم في يعني في الفريق الوطني تاع اقل 19 سنه وزايد واحد زايد في 2000 واحد زايد في 99 يعني زردوم وعندنا طوغاي واحد لاكسيال طوغاي اللي يدربوا معايا شاك فوا وينتحق لاعبين يعني يكونوا معايا وكيما كومبارازار يعني الماتش اللي فات لي 3 شونجمون لي 3 شونجمون كاع سي دي جان كاع سي دي يو 21 اللي دخلوا يعني الفرصه مفتوحه للاعبين الشبان فيها النصريه اللي من يريد. بسعود انا ما من اللاعبين يعني الديسكور تاعي باين نقول لهم اللاعب اللي يكون في عمره 17 وعنده بلاصتو يلعب، اللاعب اللي يكون عنده 38 قضيه ماشي قضيه عمر لا 38 عنده بلاصتو يلعب يعني ما عنديش مشكل في هذا. فعلا هي فلسفه جميله ومتميزه وموفقه باذن الله. الى المباراه هي المواليه مباراه دفاع تجنان شبيبات القبائل، الفوز كان حليف المحليين بحضور محمد الصالح بوساك. ايضا رايح يشكو مرة مرفوعه ممتازه واول تدخل موفق من الحارس ليتيم اول كره سانحه افضل ما في المباراه لحد الان. خطا في ابعاد الكره منه فرصه سانحه ليطوى تدخل موفق من العايد لابعاد هذه الكره قبل ان تستقر في شباك الحارس ليتيم اسامه. الخطا جاء او الخطوره جاءت من شبيبة القبائل في اللحظات الاخيره من المرحله الاولى في خدمه محاوله الانطلاقه قبل بورتو بالمختار داخل منطقه العمليات بالمختار يتمكن من هذه الكره ماذا يفعل بها بالمختار 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 يتمكن من فك الشفره وفتح مجال التهديف بتسديده قويه انتظر طويلا بالمختار كاد يفقد الكره ولكن في الاخير تمكن من فتح مجال التهديف بتسديده بالمختار يتمكن من فتح مجال التهديف ويبصم على اول هدف في المباراه من توقيع اللاعب بالمختار بهذه القوه التي كنا نشاهدها ونشاهد مره اخرى من زاويه اخرى كيف تفوق وحارب واسترجع الكره وسدد بقوه ولم يترك اي مجال لدفاع شبيبة القبائل. الخط الامامي عن طريق اوقاسي يوزع كره ناحيه رفيقه دائما توزيع وممتازه والحارس ليتيم يغلق الزاويه كما ينبغي. هذه الكره ثابته كره مرفوعه راسيه من بالمختار الكره سنشاهد الكره مرفوعه في القائم الثاني وعسلة يتالق ومليك عسلة يتالق بكل قوه وببراعه يبعد الكره الى الركنيه تبقى لي مصلحه جرار ينطلق جرار ثم كره لتفني ماذا يقول الحكم كل اللعب يتواصل ثم الانطلاقه اننا سنترك الحكم لزكريني هو اللي المحلل وخبير التحكيم صعوبه في التوغل داخل منطقه الحارس كره مرفوعه وتدخل الدفاع مره اخرى تعاود ترجع لتفني راح يرفعها في القائم الثاني جاء من الخلف وكاد يعدل النتيجة برأسية قوية جدا كاد يعدل النتيجة والحكم هذه الآونة بخلف نبيل يحسم الأمر ويعلن عن نهاية المباراة. الشبيبة تغرق في المركز الرابع عشر، هزيمة ليست في وقتها حكيم
شبيبة القبائل الفريق لم يفوز منذ الجولة السابعة، 13 جولة بدون فوز. فريق يستقبل اتحاد بلعباس، مولودية الجزائر، وفاق سطيف، أولمبي المدية، اتحاد الجزائر، فرق كبيرة وقوية يستقبلها. يتنقل إلى الحراش، معني بالنزول، إلى بسكرة معني بالنزول، إلى شباب الوزاد حتى الآن معني بالنزول، إلى شباب قسنطينة معني باللقب، إلى مولودية وهران معني باللقب. يعني والله الأمور شباب القبائل تتعقد، يعني أصبحت يعني صعبة كثير، يعني وتشوف يعني لما يلعب مع أن أدفيرسير ديركت كما دفاع تاجنات، حتى وزكريني من بعد يتكلم على التحكيم كيفاه كان. نظن يعني الأمر بكل صراحة معقدين، سعدي لا يحسد على المكان اللي راه موجود فيه، المسؤولين تاع شباب القبائل نفس الشيء، يعني ما الواحد ما يحسد على هذا الرئيس شريف ملال ولا نسيم بن عبد الرحمن ولا ريت عبد الرحمن، واحد ما يحسدهم على المناصب اللي راهم فيهم، لان بكل صراحه الفريق يعاني، يعني من الجانب الفني فيه مشكل، من الجانب الفني فيه مشكل، زيد انكور باش لحقنا للمرحله هذا سي لو كوتي بسيكولوجيك، او قدامنا مدرب لما الفريق تاعو جيه تراكم تاع النتائج سلبيه راح يدخل له دوت سي لار مارتولي، لما الانسان هذا السلاح خطير، لما لاعب يكون عنده الشك، يدخل الشك في نفسه صعيب، يعني بالمناسبه يدخل الشك ويسيطر عليه الشك، يعني وبالمناسبه يعني ملاحظه بسيطه برك، انا التقيت ما قبل المباراه لان شبيبه قبل اقاموا في مدينه سطيف، التقيت بعسله وين عسله تاثر لتصريح قمت به انا الموسم الماضي سير اون اكسيون في مباراه ما، وين قلت سي ان جست كريمينال، واللاعب هذا اثر فيه التصريح تاعي هذيك، وين اسبوع كامل هو يعاني منه، يعني مباشره نعتذر منه، والهدف مني انا نتكلم رياضيا ما عنديش حاجه باش نقيس اللاعب هذا، لان لما كنت رئيس وفاق سطيف كنت نتحاور معاه باش نجيبوا النادي وفاق سطيف، اذا ما يقراهاش باللي عندي حاجه ضد اللاعب هذا واش قرن. بالنسبه لي دفاع تاجنات يعني الماتش كي الفريق غني لونغاني، هذه هذا هو المباريات، تحب ما تسقطش، عندك مباريات مهمه في بلادك لازم تفوز بها امام المنافسين المباشرين، ما يعطيك ان ادفيرسير ديريكت، اداوا مباراه يعني بقوه، كانوا الحراره كانت حاضره، الجمهور لاول مره شفت يعني الجمهور الحضور تاعهم، حتى وكانت مباريات كبيره من قبل ما كانوش يجيوا يعني بهذا العدد، عمروا الملعب، كانت كان تركيز كبير، كانوا محتاجين الفوز، وربما الفوز هذا راح يعطيهم جرعة أكسجين اللي تسمح لهم يأملوا في البقاء. طبعا حضور الجماهيري قياسي، لأن المباراة أيضا مصيرية تحكيميا الأمور فيها ما فيها. نعم، والاعتذار من سمة الرجال. الحكم الدولي بوخالفة بمساعدة الحكم الدولي المساعد الأول السيد زرهوني، والمساعد الثاني الحكم الفيدرالي السيد بن علي. نعم مباراة صعبة، ما هي سهلة، من أصعب المباريات. لماذا؟ فريقين يصارعان من أجل البقاء، اختارهم حكم دولي من هذه المباراة، كل مباراة اللي شفت سبع حكام دوليين في المحترف الأول، حكم مكمل، لأن المباراة صعبة والحكم عندك شارة دولية تتحمل المسؤولية. أيوة. نبدأ بالحالة الأولى. الحالة الأولى رشيد، في الهدف المهاجم واش دار قبل ما يدي الكرة؟ كاين هذوك تزيدوا نشوفوها، دار يده الدفاع، شوف اليسرى، الدفاع المهاجم ودا الكرة، شوف اليد وراها، دفاع المهاجم هذه بوسي ان ادفيرسير، دفع الخصم، هذه كره واضحه باليد اليسرى، شوف باه ما دالوش الكره، دفعوا لما طاح ادى الكره، هذا يعتبر خطا لصالح المدافع، لم يعلن عنه الحكم. بالنسبه لك الهدف غير شرعي وغير صحيح. اللقطه المواليه، اللقطه الثانيه واضحه وضوح الشمس، عرقله داخل منطقه العمليات، شوف اللاعب راح، لما راح هنا شوف جا ليه، هاو جا، هاي العرقله وراها، العرقله واضحه وضوح الشمس، يعني عرقله ما خلاهاش، خليه زيد تمشي، خليها وخليها وما كان صورة أخرى لاحظ الأولاني كان، يعني راح ليه مباشرة، شوف هنايا هذه كنت تبان أحسن، هاوليك راح ليه مباشرة، عرقلة، ضربة جزاء شرعية صحيحة لم يعلن عنها الحكم. إلى المباراة الموالية وهي قمة هذه الجولة، جمعت بين الرائد فريق شباب قسنطينة الذي تنقل إلى ملعب 5 جويلية لمواجهة فريق مولودية الجزائر، مباراة علق عليها توفيق دربال. صعوبة كبيرة راح يوجدها هذا اللاعب الهداف، وحشود من هناك يفتح، وتدخل بن شريفة، بن شريفة يبعد الخطأ وكان حذر يخرج الكرة مرة أخرى، هاي كرة الهدف، والهدف الأول، الهدف الأول من نقاش، الهدف
الهدف الاول لصالح فريق مولوديه الجزائر. سويبع محمد امين او نقاش من جانب مولوديه الجزائر على مرتين، والمره الثالثه هو الهدف. شوف تماس مباشره والهدف، كل قوه رحماني موجودش. شوف حشود اذا لم يسجل يمرر الكرات عن طريق التماس. تقص الكره لكن بالخطا، ربما الهدف الثاني. سويبع يصل الكره لكن تخرج. حشود على الصوره دائما في الكرات الثابته. هاي الكره اخرى لكن جانبيه. تاتي بالاهداف حشود ناحيه الهجوم. الهدف الثاني من بندبكة. الهدف الثاني لبندبكة في الدقيقه 28 ولصالح مولوديه الجزائر. هذا الفريق الذي يتالق في الشوط الاول هدفان مقابل صفر. حائط البشري المكون من لاعبي المولوديه. الزرارة دائرية لكن عالية. فريقها العائد في إلى المنافسة وكذلك التنافس على اللقب الوطني فريق شباب قسنطينة. حذري 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 الهدف الثالث. شوف الخطأ، الخطأ على مستوى الدفاع دائما. الخطوط كانت متقاربة، ما كانش هذاك الفراغ اللي نعم. أو بزاز ينطلق لكن تقص تسديدة خطيرة من عيشي. هاي الكرة أخرى لصالح المولودية عن طريق نقاش. ماذا يفعل؟ مازال يحتفظ بالكرة، يمرر يمرر ربما الثالث لوليد درارجة، يمرر من الجهة الأخرى لنقاش. ما يقول الحكم ولا شيء. نعم هنا منصب رده الفعل كانت مضحكه. هنا التغيير كان منصب بنصب، يعني بوست بوغ بوست، يعني باش ما حذاري الهدف ربما. أوه العارضه تصد، العارضه الافقيه تصد تسديده نقاش. شوف الدفاع قسنطينه كان يطالب بالتسلل. تقدم الى الكره مباشره. هل لمست الكره؟ نعم. ضربه جزاء، ضربة جزاء لصالح المولودية ربما لقتل المباراة. دقيقة 75 لمست الكرة بالفعل، كنت رايح نقولها هي لمست الكرة لكن الحكم رد عليها مباشرة. بن براهم يعطي الإشارة والهدف الثالث. الهدف الثالث للمولودية في الدقيقة 77 من اللقاء. فرحة كبيرة للاعبي المولودية ولجمهورهم. طبعا الآن تأكدوا من الفوز لأنهم مباشرة إلى الأنصار. شوف لقطة معبرة، يعني كانوا معولين يفوزوا. هلا بكل صراحة. إذا قمة هذه الجولة انتهت لصالح فريق المولودية. حكيم يمكن اعتبارها واحدة من أحسن مباريات هذا الموسم. والله مباراة جدا محترمة، يعني بكل صراحة تنسي سيتان بونيفو، وين المولودية بحثت على المهم والأهم هو التقرب شيئا ما من شباب قسنطينة ويبقى في البوديوم نظرا للمباريات اللي تنتظروا فيه، خاصة مباراة كأس رابطة أبطال إفريقيا. قاموا يعني بمباراه رجوليه، كانوا حاضرين، وربما سي لو ميور ماتش تاع المولوديه الموسم هذا، احسن مباراه اللي قاموا بها هذا الموسم ضد شباب قسنطينه. والعكس ان شباب قسنطينه اضعف مباريات من اسوء مباريات، رغم انها مباراه تجرى في ظروف مشابهه لملعب شاهد حملاوي. أسوأ يعني جمهور ملعب كبير ارضيه، يعني اسوء مباراه اللي قام بها شباب قسنطينه هذا الموسم. يعني انا بكل بساطه لبست اليوم الاسود والاخضر باش خلي دائما معنويات انصار شباب قسنطينه مرتفعه ويبقاو دائما يامنوا بحظوظهم. ما زالت البطوله طويله، ما زال التنافس. شباب قسنطينه لم يكن بعد بطل، مولوديه العاصمه لديها كل الحظوظ في الالتحاق. يعني انا نقول لك من 29 نقطه من وفاق سطيف الى شباب قسنطينه ما زال الناس راح تتنافس على البوديوم لي 3 بريمير بلاس. سي با اكي انكور مي من 29 ل 39 كلهم عندهم نفس الحظوظ. بلال، مشوار شباب قسنطينه هذا الموسم وحتى مشوار المولوديه. يعني المشوار تاع قسنطينه يعني سورتو لا فازالي وين دار باركور دان شامبيون وين كمل بيان. سي فري تاع هاد لا بيريود وين لي دو ماتش هادو ما سير 6 بوان جاب 1 بوان. ما يعني مازال دي ماتش سي 30 بوان تو تي بوسيبل. ينجم اليوم وكان تحبس سي اليوم شامبيونا سي لوي شامبيون. مالوريزمون مازال ما حبستش، مي تبقى عنده حظوظ كبيره باسكو هو اللي
بالمومو شباب قسنطينه هو اللي عنده الخطوط باش ياخذ البطوله. يعني بخبرتك انت كلاعب فريق شباب قسنطينه المفروض لاعبيه يتوقعوا مثل هذه الهزات ان صح التعبير. سي نورمال يعني كل فريق ربما تريد تفوز عليهم. انا سمعت عبد القادر اللي نحييوه بهذه المناسبه عمراني وين قال لك الموفي ماتش تاعنا اللي درناه كاع تاع لا سيزون اللي ما قال لك ما عرفتش ليكيب تاعي. C'est tout à fait normal. Après, il a fait deux changements avec la flamette en Béchimède, yani, yani, le Hodjom. Même chose. Mais il prend des matchs, yani. Mais le Hodjom, il dit que le c'est-à-dire un effectif, mais il n'y a pas de 11 qui rentre. J'ai deux moutons. Il y a un équilibre dans les postes. سي نورمال هم يستعملوا ويلعبوا على ثلاث جبهات يعني في كل مره يفوزوا مباراه المعنويات تاعهم ترتفع اكثر والشيء اللي قلناه واكدناه اكثر من مره اليا دو كالم انت كون راك تطول جورنال وندير وانا ونهدو راهي رجعت منا في وقت ربما ينقلب السحر على الساحر تولي عندك مي لو كالم الهدوء نخدم بعقلي اليز لي سيت لا ميم شوز المولوديه هي بوكو دو كالم ستاني بزاف وهي من ابرز ربما العوامل التي ساعدت الفريق. محمد زكريني تحكيمي الامور. مباراه كبيره من احسن المباريات اللي شفناها بقياده الدولي بن براهم العلوب بمساعده كوراني مقران الحكم الدولي المساعد كذلك والمساعد الثاني بوفاسا. كان متميز في كل جميع النواحي خاصه هو والمساعد الاول حاله تحكيميه واحده. انا في هذا عندك تاع وضعيه هنا كان بندبكه عند انطلاق الكره في وضعيه تسلل الهدف هنا شو خليه يمشي شو بندبكا وراه حبس الكره انطلقت بندبكا بليز افونسي كو لافون دانيير هنا وضعيه تسلل واضحه. شوف المساعد وراه مساعد شاب في عمره اقل من 30 سنه بدايته هذه يعني كان متحكم في حاله واحده من اصعب الحالات وكان يعني مع الخط راحت له صريف. انا هنا العلامه الكاملتان السي عرامه والسي عمراني هكذا قالوا ما رغم الهدف الثاني المتسلل يعني ما هدروا على التحكيم ولا كلمه قالوا احنا كنا ضعاف فريق مولوديه يعني هذه الروح الرياضيه تاع المدربين وتاع رئيس الفريق. انا نظن الحكم الرئيسي كان في المستوى يعني بكل صراحه ونعطيه العلامه الكامله بشجاعته بوقوفه بحضوره في المباراه. اما تقول لي ان اسيستون الي جون الخطا مؤثر لانه الهدف الثاني كان تقدر شباب قسنطينه ترجع في النتيجه من نقش من قيمه الفوز تاع مولوديه العاصمه لانها تستحق الفوز اذا شفنا الاداء تاعها طيل 90 دقيقه كانوا في المستوى. ولكن لو كان يلغى الهدف رانا لعبنا الكره وسيرنا الكره هدف ثاني دائما يقطع لا 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 هذا راي لا لا راي وراي يحترم ومعاه ولكن ما نحكموش الاربيت نذبحوه خلاص خليه مازال جان لازم. انا قلت اقل من 30 سنه بدايته. انا نعطيك المعلومه اول مره يحكم فيه يدخل 5 جويليا امام 60,000 على بالك يمشي قدام هو يحس روحه يمشي اللور هذه ولا ما تدخلوش 5 جويليا وقتاش يبدا يحكم فعلا وقتاش لازم يدخل ارتكب الخطا خذ ما يطلع الخطا نزيد نروح لك حاجه كان حوالي 15 مباراة أول خطأ ارتكبوا اكسترا نشوف اللقطة ذكريني نواصل مع حالة تحكيمية نشوف اللقطة الموالية هيكل هنايا ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس شرعية صحيحة. شوف لما اللاعب سعد شوف يده وراها مفتوحة ما خلاش الكرة تمر مسددة ضربة جزاء كان قريب منها. احنا نقولوا براكولي هكذايا ماشي براكولي هكذايا لما تزيد التير يقولوا اخر تعديلات يقولوا ان موفمون اديسيونيل هذا الموفمون اديسيونيل كي تجي وتزيد تواسي هكذا ضربه جزاء. بن براهم كان موفق وكان في المستوى في هذه المباراه. الى المباراه المواليه وهي التي جمعت بين اتحاد الحراش واتحاد الجزائر وحضرها عبد الحفيظ شيب. اتحاد الحراش اتحاد العاصمه ديربي لم يرقى إلى المستوى الذي كنا ننتظره. اندفاع بدني كبير والتعادل السلبي 0-0 في هذه المباراة التي حضرها جمهور غفير من الجانبين اتحاد الحراش عن طريق يونس بوغاش وكذلك ملال لم يصل إلى مرمى الحارس زيماموش بعد محاولات عديدة. اتحاد العاصمة كان يبحث عن الكرات الثابتة خاصة عن طريق بن موسى لكن لم تصل هذه الكرات إلى الحارس معزوزي. ثم اتحاد الحراش ضغط ضغطا كبيرا خلال الشوط الأول وضيع بوغاش عدة فرص للتسجيل أمام براعة الحارس
زماموش. الشوط الثاني كاد اتحاد العاصمة أن يسجل الهدف لولا التدخل من خليلي، ثم محاولات أخرى من اتحاد الحراش خارج الإطار، وبقي اتحاد الحراش يلعب بعشر عناصر بعد طرد داود بعد تلقيه بطاقتين صفراوين. التغييرات التي أحدثها كملعباس المدرب خلال الشوط الثاني خاصة على خط الهجوم لم تأتي بجديد، وبقي بوغاش في هذه الرأسية أمام الزماموش، ثم محاولات أخرى من جانب اتحاد الحراش، لكن النهاية 0-0 بين الفريقين. في وقته بالنسبة لفريق اتحاد الحراش ونظر الوضعية يعني الصعبة اللي موجود فيها في كل مرة يعني يخرج رأسه من الماكل في سوق تيخساتات دلو يعود يرجع يبلونجي، يعني بعد النتيجة اللي رجع بها من قسنطينة قال سيلو ديبار. اتحاد العاصمة تبقى ثاني عنده التقاليد ويعرف بأنه يعني هزيمة أمام اتحاد الحراش راح يدخل فينا في المظلم، وربما لزوبجيكتيف تاعو كل يروحوا هباء منثورة. نظن يعني بعد التعادل مع اتحاد الحراش راح يجي الدربي في وقت تمناه إن شاء الله من مولودية العاصمة تفوز بثلاثية في مباراة رابطة أبطال إفريقيا حتى يكون الفريقين في معنويات مرتفعة. نظن نقطة واحدة بارفو هي اللي ماتشنيل اللي يديهم ذوق الفوز. فوز فعلا اتحاد العاصمة راهي رجعت راهي عندها 31 نقطة سي صار نشغل 31 نقطة مولودية 33 مولودية 33 31 مع بارادو ومع معنويات اتحاد العاصمة ارتفعت بالتعادل هذا، ما بقاتش يعني دو ديفات كونسيكتيف خسرت مع بالعباس بعدها هزيمة مع الحراش راح يكون مشكل فعلا. مشكلة مع الأنصار، مشكلة مع الإدارة. مولودية العاصمة إذا تأهلت إلى رابطة أبطال الفرقة راح يكون نفس الشيء، وبالتالي راح نحضروا الديربي في أحسن الأحوال. 31 33 بوديوم ماشي بعيد، البطولة ماشي بعيدة، يبقات اون فو اسيستي ان ماتش اللي يكون فيه لونجو وتكون فيه يعني تحس بلي لي زيكيب مازالوا بصح وكان عندهم هو مسمار هذا يساوي قابر فيه ساكت ساكت ميوم ديربي لا خرج بطل العاصمة او بدا طروف تاع اليسمى لا دارهم بطولة العاصمة. جو بريسيز سيلفاتر شامبيون الجي لازم تكتبها اخويا فاز الاتحاد وعلى شباب الوزداد لا خذا بطوله الجزائر هكا زين بلال فاز على الشباب وعلى الاتحاد في الروتور مازال فاز على الاتحاد لا مازال في الذهب لا في الروتور اللي فاز على الاتحاد الاتحاد ايوا كان لعبت غير ماتش قلت الذهب تعادل في الذهب تعادل لا مازال مولوديه مازال سيال بالروتور بارادو اتسمعنا بارادو والحراش ربعه كنت تربحني قلت كنت خرج شامبيون دالجي دالجي تقدر تكون شامبيون دالجي راح يكون بطل الجزائر انا نقولها لك تخيل على بالي واش عنده ثمان مباريات هنا فيهم ربعه تربيات وربعه فرق خرجيه هاي ذكرني تحكيم كيف الامور تحكيم حكم الدولي اراب بمساعده بيود وبن ناصر مباراه وشفنا حالات تحكيميه تحكيم جيد لا حالات تحكيميه فيه حاله وين رفعوا يديهم طلبوا ضرب الجزاء اعطيها لنا رشيد وهيكل ايوه هنا خليها تشوف ان باكي جوار ديال اونتر دو جوار الديفونسور راح عام زرد هنا اعطوني واش راكم تشوفوا صعبه هنا لانه الكاميرا موجوده في وسط الملعب احنا شفنا اللاعبين رفدوا كامل يديهم ها هو الحكم وراه امشي خلي تمشي راه ان باكي جوار شوف لي جون شحال كاين تخرج روج ضرب البالون خرجوا كورنر الحاكم قرر الكريه هل شفتوا حاجه بلال لا المشكل ذكريني هو في قضيه وضع الكاميرا لانه ملعب اتحاد الحراش لا نضع ولا نبرمج فيه مباريات متلفزه بسبب عدم وجود اماكن كافيه لوضع الكاميرا. طلبنا مرارا وتكرارا من مسؤولية الملعب وبلدية المحمدية لكن لا أحد يجيب. ربما المشاهدين الكرام منذ مدة يشوفوا فقط ملعب الحراش وملعب البوليدة ملعب براكني اللي ما نديروش منهم مباريات متلفزة بسبب عدم وجود أماكن كافية لوضع الكاميرات وبالتالي المشكل هو مشكل في مسؤولي الملعب. نعم فيه طرد كوميل دي كارتون الحكم هو اللي قرر يطرد ولا ما يطردش لان اتحاد الحراش تعادل مع اراب في تاجنات وطرد لاعب من تاجنات كما حمى اتحاد الحراش في تاجنات لا يحمي اي فريق يجي يلعب في الحراش هذو هما الحكام
الكبار الحكام اللي عندهم شأن كبير في المستقبل. وأيضا بالمناسبة طبعا في هذا الأسبوع نقلنا 6 مباريات من أصل 8 مباريات. تحية لكل عمال التلفزيون الجزائري خاصة التقنيين ومسؤولي الحافلات الرقمية الذين ضمنوا ويبذلون مجهودات كبيرة دائما لنقل هذه المباريات. للأسف في كل مرة يستفيد منها غيرنا في الحديث عن مباراة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس. إلى المباراة الموالية كانت قمة، كانت فيها الإثارة فيها الأهداف، جمعت بين الجارين اتحاد بلعباس ومولودية وهران، وعلق عليها طه شعبان. مكاوي يروح، مكاوي يواصل، مكاوي على الجهة اليسرى، مكاوي التوزيع أرضية، مازال الخطر لصالح مولودية وهران، والهدف الأول، والهدف الأول لمصلحة مولودية وهران، هدف مباغت من بنتيبة في الدقيقة 7. كل سهولة. شوف شوف هنا، شوف هنا اللقطة، شوف العمل الكبير اللي قام به محمد تومي، وشوف هنا الانطلاقة كانت من مكاوي، التسديدة الأولى كانت من تومي، ثم بنتيبة يسكن الكرة الشباك. نعم، شوف هذا الجدار متكون، كرة من هناك، كايلو، زكريا منصوري بروعة. شوف هنا يعني نفذ الكرة بطريقة وبكيفية رائعة زكريا ريا منصوري، كرته حطها يعني في الزاوية البعيدة، في الزاوية التي يصعب بتصعب على حراس المرمى بالنسبة لفريق مولودية وهران. وهذه كرة لمصلحة اتحاد بلعباس، ممتازة، كانت ممتازة، ولكن تسديدة وخطأ، خطأ من جانب المولودية، والكرة عند بنوة، هايلو الحكم، والحكم بكوة سيعلن عن ضربة جزاء لمصلحة اتحاد بلعباس. هجوم اتحاد بلعباس، ولكن الكرة ضربت ربما في بطن اللاعب على فيصل عبدات. شاهد هنا، شوف هنا كرة بالحول، في بطنه، ضربت في بطن، في بطن فيصل عبدات. زواري وناتي، زواري، زواري، زوار يتمكن من تقليص النتيجة، لأن الفريقين يملكان فرضيات، سواء اتحاد بلعباس أم مولودية وهران، والإعادة لهذه الكرة لمصلحة اتحاد بلعباس، وخطأ على مستوى الدفاع، يسترجعها صبري غربي من جانب المولودية، تسديدة أرضية، تسديدة أرضية وتروح جانبية. حامد فاز اليوم، مولودية وهران راح يصبح الفارق 4 نقاط بينه وبين الرائد شباب قسنطينة، والكرة لزكريا منصوري، تسديدة، فعلها منصوري وأضاف الهدف الثالث لمولودية وهران. هدف من زكريا منصوري، حطها له يسارية في الشباك، غول النجيب الذي لم يتمكن من صد هذه الكرة. حتى يعني هنا الانطلاقة من زكريا منصوري قام بعمل ممتاز، حتى الكرة يتفوق عليه صبري غربي، لا، التوزيعة كانت ممتازة، هذه التوزيعة كانت توزيعة بنوة، بنوة بالعقب ممتازة لبن الأحول، محاولة التوزيع والتسديدة، وناتيش يخرج هذه الكرة إلى الركنية، انطلق تبتي، انطلق تبتي، تمريرة بينية ممتازة، التمريرة كانت ممتازة، وابو قلمون كرته كانت، انه فريق اتحاد بلعباس يقوم بعدة حملات. وهذه كرة لمصلحة مولودية وهران، انطلاق عن طريق ريات، ممتازة، هايلو، بلال عبد الرزاق يضيف الهدف الرابع لمولودية وهران، 3 مهاجمين امام 3 مدافعين، وبلال عبد الرزاق باليسرى يسارية سددها سكنت شباك الحارس غول، هاي الإعادة مرة أخرى، هي التمريرة ممتازة، وبلال من اتحاد بلعباس، وهذه كرة من مترف في منطقة العمليات، بوغلمونة التمرير، ولكن ضاعت هذه الكرة، يسترجعها بوغلمونة، محاولة التوزيع ممتازة، نعم حطها في الشباك، اصطدمت بالقائم بعد عرقلة فريفر، يلعبها بسرعة، يلعبها بسرعة فريق مولودية وهران، الكرة عند فريفر،
هدف خامس، هدف خامس لمصلحة مولودية وهران، وأن تكون نتيجتها هذه. يشوف اليوم الإعادة كرة من فريفر الذي راوغ بكل راحة، شوف بكل ارتياح راوغ وسدد كرة سكنت شباك الحارس نجيب غول، واللحظة يعلن الحكم إلياس بوكواس. سيف الدين بالزردة زميل المتألق استمتعت بهذه المباراة؟ كنت أعتقد أن طه شعبان هو من علق على هذه المباراة، فمعذرة لزميلنا سيف الدين بالزردة. حكيم، مباراة مثيرة، 7 أهداف في مباراة واحدة، شيء قليل نشوفه في بطولتنا. يعني والله تمتعوا يعني المشاهدين اللي تبعوا المباراة على المباشر واللي كانوا في ملعب 24 فيفري، نظن يعني مفاجأة يعني ثقيلة يعني مدوية كما يقال مدوية، يعني 5 أهداف يعني في بلعباس بالتحضير اللي داروا، لكن نظن كان ضغط كبير على لاعبي بلعباس ثالث الأسبوع. وتكلم يعني شفت أنا أصحاب التفارق الاجتماعي مش التواصل الاجتماعي وش يقولوا، يعني في كل مرة كانت الناس تسخن في المباراة الى درجة وين كانت ربما اللاعبين دخلوا في الضغط هذاك تاع الماتش. لو ام سي بار كونتر نظن كانوا ساكتين، حتى تبعنا التلفزيون الجزائري ولا قنوات خاصة ولا عبر كل وسائل الاعلام ما شفناش الظهور الاعلامي لمولودية وهران ثالث اسبوع يعني فيما يخص هذه المباراة. يعني ثاني كانوا متسطرين على المباراة وحضروها بطريقة جيدة، وكانت كاينة لاري سيت يعني كل قذفة تدخل، يعني ربما كانت بارفوا كما يقول لك لاري سيت كانت 100% يعني لي زاكسيون اللي جاوا مولودية وهران كلهم تقريبا سجلوا. زيد لا شانس يافي ان تري غران اربيت، هذا الحكم ماهوش حكم يعرف يدير المباريات، هو الحكم منضبط عنده واحد الانضباط كشخص، هو يفهم يعني وش الانضباط كشخص متربي على الانضباط. ذكرني يحب هذه ذكرني يبتسم لهذه الآراء. محمد ذكرني ربما قبل ما نتحدث على التحكيم نشوف بعض الصور اللي حدثت بين شوطي المباراة وأيضا في نهاية أو في إحدى فترات المباراة. على كل محمد نبدأ بهذا الأمر لنعود إلى الحالة التحكيمية. والله لوفيس موتيرا هذا يا شيء جديد، يعني شيء جديد خاصة وأنه تقريبا في كل أسبوع يحدث هذا الأمر. لا حدث في 2001 باش نوضحوا الأمور ثاني شوية. هذه وش بعد تلك واحد 10 سنوات ولا هكذا راح هذه السنة هذه ولا هذه تقريبا منذ 4-5 أسابيع يعني منذ ولا يعني مسكيك دار حتى رمي الشماريخ المقذوفات يعني أشياء يعني للآن أنا شخصيا مانيش فاهم لها. شوف محمد كل صراحه باش ما تفهم ما لازمش تفهم. لا لا انا عندي راح نزيد نتكلم اشياء لا فيفا ريغلومون تاع لا فيفا. ايوه باش نفهم بالضبط. لا 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 لونفايس باش الناس تفهم سي كوا لونفايسمون دو تيران قبل. ايوه ريغلومون دو لا فيفا يقول لك سي ان اونفايسمون ان اونفايسمون فيه انسيدون في خطورة في الحكم لابد عليه ان يوقف المباراة. هذا اللي فيه دي زاكسيدون اغريسيون اربيتر اغريسيون ليكيب لوكال اغريسيون الاخر باغر جينيرال اونتر سيبورتور يجب ان يتوقف لابد ان يوقف المباراة ما فيش كلام. شوف هذا خلينا نكمل. لا لا خلينا نكمل. أيوة هذا هذا يوقف. ثاني شيء لونفاي يزيد يوقف المباراة في لونفايسمون بيرسيستون اللي يطول يطول كثير ويعرف الحاكم. الحاكم ما عندوش وقت هو اللي يتخذ القرار هل يكمل المباراة ولا ما يكملش يحبس المباراة. هذا البيرسيستا إذا يدخلوا بعد يقدروا يخرجوهم يكمل المباراة يكمل المباراة. طيب. لحد الساعة لأن في 2001 وقعوا فايس مونتيران في سكيك داليسما في 2001 كل أعضاء المكتب الفيدرالي كانوا حاضرين في سكيكدا بالتاريخ. أيوة. كانوا حاضرين في سكيكدا النصف النهائي بجاب الله حكم اتخذ القرار هو والمساعدين تاعه والمحافظ بتوقيف المباراة لأنه وقعت ديزانسيدون غراف. كي وقفت المباراة جاء المكتب الفيدرالي العاصمة بعد قرروا إعادة المباراة في بليدا
وين في الشوط الثاني شفنا فخامة رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة أحضر للمباراة ما بين الشوطين راح باش نتذكروا مليح وبعد ذلك تاخذوا قرار تراحوا ولكن قرار رسمي حاليا حاليا أونفايس مونتينا توقف المباراة لم يكن يا مسعود طيب نحن تقول لي داروا المكتب الفيدرالي في السيت على الآخر ولا الحكام لم يتلقوا ولا تعليمة بتوقيف المباراة نزيد حاجة برد لأن نزيد نفكر الجماهير في 2001 الاجتياح وقع بين الشوطين عند صافرة جاب الله للشوط الأول دخلوا وقع الاجتياح وقف المباراة هنا وقتاش الاجتياح يولو كان يدخل واحد اجتياح الميدان توقف المباراة فشوف أخ مسعود سامحني يا محمد انت راك تتكلم بالقوانين هذا الأمر ذا فاق القوانين فاق لجنة الانضباط فاق العمل التحسيسي يعني تجاوزهم تجاوزهم لأن لما نقول ظاهرة هو شيء جديد احنا عرفنا عرفنا بزاف في تاريخ كرة قدم الجزائرية اجتياح للملعب عرفنا كثير 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 جدا أخيرا في رابطة الصيف ما بين عين طويلة وعين الكبيرة وين مات مناصر كان فيه اجتياح يعني نحن في 2018 أين بلغت يعني الكرة تطور رهيب يعني وكل أشياء مضبوطة عمليا وعلميا ناس يتخذ دي بروغرام بينين الشيء اللي رانا نشاهده فيه الآن شفنا مباراة اتحاد بالعباس قبل المباراة اللي تبعته كانت فيه لجنة كوميسيون ميكس كانوا لا راديوز كما اللي توجور ديريال ليزينيسياتيف هذو قاموا بحملة تحسيسية حملة تحسيسية كان حاضر فيها والي بالعباس كان حاضر فيها مسؤولين أمنيين أمنيين فعلا نزيد يعني باقي هذا المشكل كأنه سي لو بروبليم دو لا بوليس كأن قضية هذا الملاعب اجتياح تواجه فقط بالأمن الوطني ألور كلو ترافاي كولوسال اللي راهم يديروا فيه السيرفيس دوردر تاعنا قوات الامن اللي راهم ويتعبوا كون تي برون دي جون باسكو الناس يعني انا قلتها الف المره وقلتها مام معاك لابد من تكون كاميرا تتبع ياخذوا عينه تاع مباراه مهمه كيف يعمل رجال الامن شوف كيف تؤمن مباراه كيف تؤمن لان المباراه يبدا التامين تاعها مثلا من الساعات الاولى للصباح يعطيك الصحه مباراه اتحاد بالعباس نسمع في المذيع تاع القناه الاولى في بالعباس 1200 شرطي 1200 اتصور كون كان غياب هذا ما كانش كان 150 تكون ثغره امنيه ربما راح تكون فيها توصل فيها للموت انا نظن يعني هذه النصائح لازم نعقبوا القرارات ردعيه لما نقول قرارات ردعيه ماهيش تاع قوه القرارات الردعيه هي مثلا على سبيل المثال نمنع من عند باتن تنقل الانصار لما الفريق تاعهم يتنقل خارج الديار نصر حسن داي يلعب في تيزي وزو في الملعب نلقاو انصار تيزي وزو نصر حسن داي يلعب في العشرين اوت ضد شبيبه قبائل ولكن الاشكال لا هذه من لازم نحشمو لان كاين دول متطوره رياضيا في منعت كره القدم منعت هذا الامر كاين احنا ما رحناش انا ما رحناش للويكلو قالنا لعبوا لمده 10 مباريات ولا 6 كل الملاعب بدون جمهور ولكن في الكثير من المرات بيناليزي تو لو بيبليك باسكو في الكثير من المرات يعني ماهيش مرات قليله انه الفريق المنهزم جمهوره احتجاجا على النتيجه المسجله يقتحم غضبا من النتيجه اكثر هو الاشكال لما اليوم نشوف بلي الحساسيه الموجوده بين المناصرين وهذا لان كره القدم قلنا الف مره هي جسر الموده ومحبه وتقارب الى اخره نظن هو القرار اللازم يمنعوا قرارات ردعيه يعني يروح المناصرين يمنعوهم يتنقلوا قرار تاخذوا الاتحاديه والرابطه تمنع المناصرين يتنقلوا مع فريقهم لما يخرج وينقصوا الضغط على فريقهم بصح المشكل يا حكيم المشكل ما نطولوش في الموضوع ما نطولوش المشكل اللي راه كاين تان دركا المشكل الامن ماهوش يدير حوايج اللي تاع الانصار راه قايم بالدور تاعو فوق اللازم في معسكر ولا في الشرف المشكل هو في بعض الانصار امر مفروغ منه مفهوم هذا ما كاش اخطاء تحكيميه اللي تخلي الانصار يزعف ولا المشكل راه اكبر من هذه الاخطاء هذا كريسكي كده معسكر شلف اليوم عباس هذوك ولات ولات قضيه متجدره واللي زاد حيرني ما بين الشوطين واش رايك بلال ما عطاناش رايو بلال بلال المهم بزاف عنده فرصه باش يجري كل يدخل يهرب يقدر ظاهره تتكرر يعني خاصه في الاسابيع الاخيره يعني هذا شفنا دانيال سيماني ولا هو هكذايا حنا نتمناو يعني ما يصراوش هذا ما نش عارف داروا البيرو فيديرال خداو قرار مي بو المومون يعني با ابليكابل جو كروا
يفوك واحد يشوف كاع الحوايج هادو ما يشوف الكونط ويشوف البول باش يديسيدي. ايماجيني انت ياك تلعب مقابله ومن بعد يدخل سيبورتور ماش عارف شكون نخلصوا هذا سيبورتور يدخل الماتش تلعب بترافيرسي يسيف ليك لاربيت لا فان. هذه مشكله يعني. هي امبلوز كاين تيران يسوى 6 ملاير يجيو يدخلوا يحرقوه بلي في ميجال فير لا بريسيون على الاربيت. هذا موضوع في المقابله مع الكونتير يولي خاف في البروندر حكيم. هذا موضوع والله يطلب وقت طويل. معليش انا نور با لو فوتبول الجزائري اكيد لا يشرف الكره القدم الجزائريه ولا المحليه. ذكرني الحالة التحكيمية. الحالة التحكيمية كما هضرنا كامل اليوم رجل حكم الجولة كل صراحة هو الياس بكواسا بمساعدة عبان وسليماني. ثلاثي التحكيم هذا عنده حوالي 3 سنوات وما يمشوا كيف كيف. أدى مباراة في القمة رغم حساسيتها رغم نعرف الظروف نعرف كل شيء. بكل صراحة هنايا ضربة جزاء أعلن عن ضربة جزاء اللي كانت واضحة تسديدة تاع الكرة ضربت في يد. شوف هنا وين ضربت هاي اللي في يده اليسرى مباشرة راحت ليده ضربت اليد وردت هي اللي ردت الكرة ضربة جزاء صحيحة وشرعية. من زاوية أخرى هاليك من زاوية أخرى أوضح. أيوة. راحت ديركت مباشرة ليده ومن بعد جبد يده نحى زعما يده ما قاسنيش هي هاليك وراها في يده. يعطيك الصحة رشيد. أنا نقول اليوم ثلاثي التحكيم هذا ما فيه هما اللي زادوا أدوا المباراة إلى بر الأمان بعدم ارتكاب أي خطأ. لهذا البكواسة والمساعدين هم رجال هذه المباراة هم حكام هذه الجولة. نمر إلى المباراة الموالية والتي جمعت نادي بارادو وشبيبة الصورة وفيها حقق نادي بارادو النقاط الكاملة. مباراة تعلق عليها بلال بناري. طاولة صاحبة الصف الخامس ب 31 نقطة حذاري من هذه الكرة الأولى والتسديدة القوية الضيعة من ربح ماجير مزياني غيل وكذلك جمال مناد التسديدة قوية هذه الكرة باتجاه الأمام لكن ضيعة للغنودي يسترجعها الغنودي يلعبها مع سيدي علي يحيى شريف راح سيدي علي يحيى شريف سيدي علي يحيى شريف هل كان متسللا سيدي علي يحيى شريف في الكرة الأخيرة أخيرة سيدي علي يحيى شريف لم يكن بدع ربما ستكون قوية ويا ريعة 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 كانت قوية جدا هذه الكرة لصالح نادي بارادو. هي كيف كانت مركزة بإحكام باتجاه الأمام بوقاسم تردد الكرة لنعيجي نعيجي وزع هذه الكرة تابعها النعيجي الخطير جدا والارتماع ومتابعة الكرة من اللاعب بن عياد على نفس منوال المرحلة الأولى انطلقت المرحلة الثانية الهدف الأول والهدف الأول عن طريق ناجي زكريا توقيع على الهدف الأول بعد هذه الكرة بالمليمتر من مليكشي هدف بن عياد هدف وملا ليو هذه الكرة التي كانت تباغت الآن 8 انتصارات 8 انتصارات بعد هذه التوزيع الرأسية ماذا أنقذ مساوي استخرجها بفعلا هاي الرأسية كرة في العمق ريعة ممتازة يتألق بقاسم هدف فقط واحد من أقوى كساية سترجع حبو اسمع عضاعت له تلعب بسرعة من عيجي هاي كرة صعبة 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 والهدف الثاني ما أجمل هذا الهدف ما أروع هذا الهدف من الملالي يدلالي بتسديدة قوية لم يترك له حتى أنه يفكر والهدف الثاني قبل لحظات أضافه البديل الملالي هاي كرة صعبة والهدف الثالث كرة أخرى والهدف الثالث الهدف هاي الكرة من بوقاسم بن خليفة حاول المتابعة الخطأ من فعلا لخوزي نوغيز والحكم مصطفى غربالي.
نادي بارادو إذن يحقق الأهم حكيم ويتسلق إلى أعلى المراتب. المهم والأهم. أيوة. نادي بارادو 31 نقطة وفايتين بلال. السمانة الجاية يلعبوا مع بلال. يعرف بلي زادوا مركاو اليوم ثلاث أهداف من كرات متحركة. ما كانش كرة ثابتة. مركاو هدفين في المرحلة من اللي بداوا لليوم زوج من كرة ثابتة مخالفة في تيزيوزو وضربة جزاء في بلوغين مع جياس كذلك. مرتين كل كراتهم متحركة. أنا نعطيك شوية أنا هكذا تبعتهم أكثر منك. ها منا دبر راسك خويا نحتنا الخبرة تاعك يعني يواجههم الأسبوع القادم هو يواجههم يعني بكل صراحة وبعدها مع شباب تصاور لازم نعترفوا باللي أكاديمية خذوا إيزون لو كوراج دو كري سيت أكاديمي صافي ديزاني التير كوميم كون تشوف لي جوار وساعة الدورة وتسمع اسم يطلعوا في لي جان جوار لي لاج تاعهم لتحت يا خويا نتمنوا لهم صورة التوفيق. شبيبة الثورة باقي لا تسافر جيد. اليوم انهزمت مع بارادو انهزمت مع بسكر انهزمت مع اتحاد بوليدا هي تنهزم خارج ديار فازت ميبو مباراة واحدة منذ بداية الموسم مع اتحاد العاصمة في وتعادل في مبارتين يعني ما فازتش يعني ما تسافرش جيدا ولكن الشيء الأكيد شبيبة الثورة راح تسترجع قوها في المباريات القادمة لأن الأداء تاعهم مميز ولكن دائما يبقى المفاجأة هذا اللي راه قدامك بلال هذا السؤال ذكرني كيف التحكيم تحكيم حكم الدولي مصطفى غربال بمساعدة عياد محمد أمين وأول المساعد الثاني عراف محمد أمين مساعدين الاثنين الحكام فيدراليين أدوا مباراة في المستوى بكل صراحة ثلاث أهداف صحيحة ولا خطأ تحكيمي المساعدين عندهم تسلل صحيح كانوا موفقين إلى أبعد الحدود الى النتائج او تشوف لقطه او اعطى لك لقطه هذه شوفوا هذه يعني لا اعطيها لنا بالاعاده باناكدوا للجماهير الصورة بان اللاعب كان في وضعيه تسلل عند انطلاق الكره اما شوف يا سي شريف دوك نقولوها لك بلي كنت حبس شكون بلوز افونسي لو سيركل الاحمر اللي في الوسط احمر الاحمر الاحمر هو فريق الثوره معناه ان اللاعب في وضعيه تسلل شوف المساعد وراه مي لاربيت هنا مد هنا فوتو عطى كارتون تاع البارادو هنا فوت عطالو سيف لا فوت لاربي لا 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 في التسلل في التسلل كله خلي لقطة تمشي خلي لقطة تمشي فوت هنا خلي لقطة تمشي شفت المقابلة هذه ما رفتش رفت هو رفت في التسلل بصح هنا مد كارتون كوفر هنا أنا نهضر على التسلل على رفت التسلل المساعد في وضعية التسلل إذا نصل إلى النتائج الترتيب وبرنامج الجولة المقبلة نصل في ختام البرنامج إلى ركن ذاكرة الاستوديو موضوع هذا العدد اختاره كل من زميلنا رياض طايحي وهيكل قاسمي نتابع هذه الصور وهذا الموضوع ثم نعود للحديث والنقاش
زرت بلدان، يعني التحكيم عرفت رجال، عرفت الجزائر من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها، شفت بالتحكيم، شفت اسيا، شفت افريقيا، شفت اوروبا، التحكيم اللي ادى لهذا الشيء الحمد لله. جيرو ناسي تو لي جون كي مويدي، جيرو ناسي ما فيديراسيون الجزائريه دو فوتبول. نسخة طبقة الأصل لما نعيشه في استديو المحترفين. هذه آخر مباراة لها حقيقة. لاحظنا شخصية وقوف وحضور والتدخل ما بين يعني ما تغيرش فيها شيء. يبوس كما يقولوها ليزارجير وحنا نقولوا يسلم للسطيفية. يسلم 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 يبلعط يبلعط كما يبلعط نحن في ضرب الجزاء وبلعط هما في كارجون خلطها الديكورية ما فهم والو. ولو لي سيبورتير تاع المولودية تشيلوا في لا ما يعطيك الصحة الشيخ. السلام عليكم. هذا هو محمد زكريني. بلال. محمد كان عندي شرف يعني ربي تراني بليزير فوا وخرجنا كان يخرج معنا مع اليسما واحد الماتش ربي ترانا اونترينمون في السينيغال مالي مالي ولا في السينيغال ربي ترانا اونترينمون جاتو واعرة اونترينمون واعرة رحنا لمدغاسكار نهار ما لحقناش الباكاج جيتو من هنايا تجوزنا واحترام كبير يعني ماشي كي بتات انا في الماتش كنت نقول له محمد مي جامي ولا تعديت الحدود معاه ولا هو يقول وكمحلل الان قناعكم شويه سي نورمال يمد يعني يمد المعلومه سورتو لي سيبورتير اللي لازم تلحقهم اليوم لو كان ما يمتوى المعلومه تما الامور تبقى غامضه فعلا. تبقى غامضه اليوم ان شاء الله يعني ما نقولوش ما راحش يغلط كاع كاع الناس تغلط كاين غير الله سبحانه اللي ما يغلطش ان شاء الله يعني نديروا البوسيب سواء هو سواء حنايا كاع مربين ولا انتم اللي راكم تمدوا يعني في المعلومه ان شاء الله نكونوا في الصواب ان شاء الله. والحقيقه قال انه يجتهد كثيرا ويبحث كثيرا قبل المباريات صور يشاهدها مره ومرات يتصل بكل من يعرفهم لمساعدته في يعني وصول القرار الصحيح. يعني يجي هنا مباشره ويبدا يمد في اراء سينمال ويعرف قوانين تبعها سي تان سبيسياليست شاكين دون سون دومين هو راه مختص في التحكيم سان اكسبير داربيتراج حتى كثرت علي انا كبير المحللين كي زدت له كبير باش قبلت انا هلو كي محمد ما تقولوش كبير لا نترافيتي وحنا بور لوكازيون عبد الكريم الواقف راه متاثر صديقنا من الرئيس السابق للاتحاد بالعباس بالهزيمه تاع اليوم 5-2 نقول له ما هي الا مباراه فيها ثلاث نقاط نتمنى انصار مولوديه وهران واتحاد بالعباس سافا با ترين استوار لازم الناس كل تقرب صفحه تطوار وصديقنا واخينا وين نطلب مني ونطلب من الاخوه يعاونوه محمد حمري رئيس سرق الميزان اللي راهو تما راهو غير بوحده بامواله الخاصه نطلب من الشركات والسلطات يعاونوه كثير في ذكرني اقل من 30 او اقل من دقيقه تحدث فيها وامير اللي ولد صغير وراه دوكا الان واش راه يدير او في الجامعه هذاك صغير وكبير وراه في الجامعه في الجامعه الله يبارك تحيه الامير تحيه الامير والاخوه عبد الرحمن وبنتي امينه سيرين والزوجه بطبيعه الحال والام والاخوه وكل العائله ونحيي كذلك ابراهيم جزار وصدراتي اللي كانوا مساعدين تاعي مع الحكم الرابع جاب الله كان الحكم الرابع وسي بن سكران الله يطول في عمره تان كان مراقب اللقاء تحيه كبيره لكل الذين عرفتهم في حياتي التحكيمية اللي غلطت معاه يسامحني ونسي جامي سبحان الذي لا يخطئ إلا ربي سبحانه ننسى نغلط نخطئ ولا أنا مسامح كل الناس واللي غلط معايا أنا مسامحه
وبالمناسبة هذه نتقدم التعزية للسيد سعيد عوينة بعد وفاة الجدة تاعو الله يرحمها. الله يرحمها. وإن شاء الله أنا الشيء الوحيد اللي نبغي أن تكون الأخوة بين كل الجزائريين في كرة القدم. الملاعب ما هي إلا مسارح في كرة القدم للفرجة للمتعة لا لأشياء أخرى. أنا لا أقبل أن تزهق روح من أجل لعبة كرة القدم. كلنا جزائريين، كلنا متحدين. غدا 18 فيفري يوم الشهيد. تحية تقدير وإجلال لشهدائنا الأبرار الذين سقطوا في ميدان الشرف من أجل أن ننعم في هذه الأرض الطيبة ونحن مستقلين. شكرا زكريني. لشهدائنا شكرا الأبرار زكريني. رحمة الله عليهم. خطبة الوداع ولسنا في الوداع، هذه وقفة فقط كملنا الخضورة. على كل إن كانت وقفة من الزملاء فقط لواحدة من مباريات التاريخية التي وهي آخر مباراة في سلك التحكيم لمحمد زكريني الذي ما زلنا نحتاجه كمحلل في البرنامج وفي التلفزيون الجزائري. شكرا بلال زيري. ان شاء الله ماشي المره الاولى هذه، ان شاء الله المره الاخرى. شكرا حكيم. فينا التريبيط، حنا ندوروا عليك كي نعرضوا في مجيش. شكرا حكيم. شكرا محمد زكريني. شكرا ايضا موصول لزملاء الاستوديو رقم واحد بقياده هيكل القاسمي ورشيد مكيداش. القاكم سيداتي سادتي في مناسبات رياضيه قادمه بحول الله. السلام على الجميع.